حياكم الله مجددا في هذا اللقاء الطويل معكم اليوم في هذا البث المباشر ل24 ساعة تحقيقا لمطلبنا والضغط الجماهيري والإعلامي والإنساني والشعبي المطلوب لتمديد العمل على معبر الكرامة 24 ساعة كحق أصيل لا يقبل التفاصيل ولا يقبل حتى التأجيل. نخبة من المتحدثين معنا اليوم وأبرزهم طبعا شبابنا بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي اللي راح يتوافدوا علينا خلال الدقائق القادمة إن شاء الله ليقدموا أفضل ما عندهم ويطالعوا كمان منشورات عبر مواقع التواصل، لكن اليوم أثرنا لقاءنا يكون على الهواء مباشرة في عالمنا الواقعي حتى نغير الواقع الموجود وصولا للأمل المنشود. تسعة من العام الماضي أيضا كنا في يوم إذاعي قصير نسبيا مع صوت الحرية وعدد من الإذاعات وأيضا من هنا من شبكة الرقيب الإعلامية، وكان السواد الأعظم من ضيوفي ومن المتحدثين من السيدات العاملات الرائعات اللي علوا صوتهم وقالوا نعم من حقنا نسافر بكرامة، وكان طبعا على رأسهم كل المؤسسات النسوية اللي بطبيعة الحال بنعتز فيهم وبنفتخر بوجودهم معنا. وأرحب بضيفتي طبعا من جمعية المرأة العاملة المديرة التنفيذية الأستاذة أمال الخريشي. أهلا وسهلا بك وحياك الله في هذا اللقاء. يسعد صباحك وصباح كل المستمعات والمستمعين. يعني حقيقة اليوم بنحاول ورح نستمر في المحاولة لنعلي صوتنا ونحكي من حقنا كفلسطينيين أن نسافر بكرامة على مدار الساعة، وطبعا بعض المدارس اليوم بتقول من حقنا أن نسافر من أي منفذ بدنا إياه. إحنا اليوم تخصصنا معبر الكرامة، حقنا نتواصل مع أهلنا في الأردن بكرامة، حقنا نسافر بكرامة، حقنا نطلع على المطار بكرامة، حق السيد العاملة، حق السيد الحامل، حق الأم، حق العامل، حق الموظف، حق الشيخ، حق الكبير، حق الصغير يسافر 24 ساعة بكرامة وبالحد الأدنى أيضا من التكلفة، وهذا كمان راح نفرد له لقاء آخر خاص، لكن اليوم حديثنا خاصة بعد كل ما جرى على معبر الكرامة وكل تلك المعاناة، وهي ليست بغريبة علينا وليست بأجنبية علينا، إنما بكل أسف إحنا منثور وقت الأزمات وبنرجع منهدأ بعد أيام من اليوم. الغاية اليوم كيف نحقق الاستمرارية والمثابرة، وبتقديرك أستاذ أمال خريشة أيضا دور منظمات أو مؤسسات المجتمع المدني بالتواصل والضغط والتعزيز فكرة حق السفر بكرامة. يعني ملف حرية الحركة وحرية التنقل بكرامة هو بالضرورة في السياق الفلسطيني مرتبط بنضالنا ضد الاستبداد وضد الاستعمار وضد الإجراءات الإسرائيلية، ولكن عمليا ما يجري فيما يتعلق بحركة الفلسطينيين والفلسطينيات عبر المعابر باتجاه الأردن هو أيضا هناك عامل آخر يعمل على استغلال الشعب الفلسطيني، وهو مركب من قطاع خاص مرتبط بالأجهزة الأمن سواء الإسرائيلية أو الأردنية والفلسطينية، بمعنى ما يسمى بالVIP، إنك تدفع أكثر من 110 دولار لست كيلومتر. يعني هذا يعبر على أن هناك خلل أخلاقي وخلل حقوقي، بحيث أن الحدود مع الأردن أغلى وتكلف أكثر من أي حدود برية بين أي دولتين. لذلك عمليا هناك يجب أن يكون نضال وتوعية تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالضغط والاشتباك مع هذه القوى لدى هيئات الدولية وإثارة هذا الموضوع في كافة المنابر، لأنه يكسر بصراحة ويصادر الحق الأساسي في حرية الحركة بكرامة، وأيضا التكلفة العالية لمزيج من
عمليا التشابك بين جنرالات وبين عسكر وبين مراكز حدودية، يتم عمليا على جمع هذه الأرباح على حساب المواطن والمواطنة الفلسطينية. لذلك أعتقد أنه قد نستخدم القضاء أيضا، قد نتوجه إلى قضاء، يعني هذا بده دراسة الملف من قبل مختصين ومختصات فيما يتعلق بالعدالة واستخدام أدوات العدالة القانونية سواء الدولية أو الوطنية. طبعا المواطنين والمواطنات يضطروا طبعا للسفر واستخدام والتجاوب مع كل الإجراءات وعمليا الصمت عمليا، حتى في أثناء تعرض العديد من المسافرات والمسافرين للإهانة من قبل الموظفين الإسرائيليين الجنود وشركات الأمن التي تستخدمها دولة الاحتلال. عمليا يعني هناك جرائم تمس كرامة كل المواطنين والمواطنات. ولعل هناك سبب أيضا بازدياد الأزمة وعمليا الناجمة أيضا بعملية الطحن وتفتيت الروح المعنوية ومس بالكرامة من خلال عمليا عدم تكليف عدد وافي من الموظفين ومن أجل تسهيل الحركة وتسريعها، إضافة أيضا إلى أنه قد يكون هذا مرتبط ببعد اقتصادي لدولة الاحتلال في تشغيل مطار ريمون، وبالتالي الاستفادة الاقتصادية القصوى من الدخل الذي يولده الجمارك والإجراءات والتذاكر وكل ما يتعلق بالبزنس المتعلق بالسفر. لذلك أنا أتوقع أنه السلطة الوطنية مجلس الوزراء أن يطرح ذلك على جدول أعماله وأن يقوم باللازم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأيضا كمجتمع مدني يجب أن نرفع الصوت عاليا ليس فقط في فترة الصيف ولكن طوال السنة. من حقنا أن نتنقل بكرامة هذه المبادرة التي يعني تعكس إبداعات الشباب، وأحيي من خلال منبركم شبابنا وشاباتنا في مؤسسة شارك، ونحن في المؤسسات النسوية وفي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية صندع كل إمكانياتنا عبر التنسيق والتشبيك لإنجاح هذه الحملة من أجل انتزاع حقنا بالسفر بكرامة. نعم أستاذي أمال، بتقديرك اليوم هل التحرك الرسمي يرتقي لمستوى التحديات اللي بنمر فيها اليوم بصراحة وبكل شفافية؟ هل تعتقدي أنه التوجه الرسمي، الحراك الرسمي، النشاط الرسمي، أي جهد رسمي كافي لتحقيق هذا المطلب، أم الأمور لا تسير على الشكل الذي يجب؟ يعني عمليا الموضوع مثار منذ فترة طويلة، وللأسف لم تقم الحكومة بإجراءات جدية ومتواصلة من أجل وضع حد لهذا الابتزاز وهذا الاستغلال والاستعباد والمس بالكرامة. لم نجد هذا الموضوع بشكل واضح على جدول أعمال الحكومة باتجاه إجراء اتصالات مع الحكومة الأردنية، طرح الموضوع في مجلس حقوق الإنسان، طرحه في هيئات مختلفة. يعني عمليا الإشكالية أن هناك حصص، كلنا بنعرف هناك في محاصصة بين الأردن والاحتلال والسلطة الفلسطينية في مجال الضرائب التي هي مرتفعة جدا، وفي مجال ما يسمى بالفي اي بي. أعتقد أن هناك مصالح وشبكة مصالح متقاطعة، وأنا أقول أن هذه الحكومة عبرت عن فشل متواصل في الكثير من الملفات، وبالتالي يجب العمل على مزيد من الضغط على هذه الحكومة. لذلك نحن نقول أنه كل المسائل مترابطة، يعني كلها متشابكة، بمعنى يجب أن يكون هناك انتخابات لاختيار ممثلين يسمعوا صوت الشعب ويحاسبوا الحكومة ويسائلوا أكبر وزير باتجاه قضايا الناس واحترام قضايا
وحقوق الناس، ولكن كل المنظومة السياسية والرسمية تحديدا إضافة إلى ضعف الأحزاب كلها يدفع ثمنها المواطن من عمليا التعرض المتواصل لعملية التفتيت والقهر والتعذيب المتواصل بأشكال مختلفة. وأحد أنا أعتقد ما يجري على المعابر هو عملية تعذيب، هو عملية تعذيب يعني موجهة للنيل من كرامتنا، وبالتالي عندما نقول المس بالكرامة التي لا يمكن أن نعمل أي صفقة أي كومبرومايز على الكرامة، لا يستطيع الإنسان أن عمليا يمس جوهره الإنساني حتى في العلاقة مع ذاته، فما بالك في العلاقة مع محيطه وعائلته وأجواء الإنسانية. لذلك أعتقد أن المطروح هو أن ينقل الشعب الفلسطيني إلى درجة متقدمة من الكآبة الجمعية، من الإحباط الجمعي، من القهر، من الشعور باللا حول ولا قوة، ولكن أقول أن شعبنا وشبابنا تحديدا وحركاتنا الاجتماعية والقوى الحية في المجتمع الفلسطيني تعتبر قضايا ما يجري على المعابر مرتبط بنضالنا ضد هذا الاحتلال الغاشم وضد الفساد وضد الاستبداد وضد ضرب الحريات. لذلك هناك تجادل عميق بين نضالنا الديمقراطي ونضالنا التحرري من الاحتلال. آن الأوان لرفع مزيد من الصوت. لا أستطيع أن أقول للناس قاطعوا السفر لأنه قضية إنسانية وحق، وهناك يعني ظروف قاهرة عمليا هي ترسم العبور عبر الحدود، يرسم عمليا مستقبل العديدين يعني من النساء والرجال. القضية أن السلطة تقوم باستخدام أدوات ضغط مختلفة، وعمليا التلويح باستخدام الجنايات الدولية بطلت تمر على حدا. لذلك يجب بالفعل أن ننطلق إلى الشوارع من أجل بالفعل الضغط على هذا النظام السياسي لاحترام حقنا في الانتخاب وفي التمثيل وفي الخروج من عنق الزجاجة الذي عمليا يزيد تعقيدات الوضع، هو الانقسام وتعميق هذا الانقسام وإدارة هذا الانقسام. نحن لا نتحدث فقط عن الجسرين أو الجسور، نتحدث عن قطاع غزة المحاصر، نتحدث عن معبر رفح، نتحدث يعني كل هذا يضعنا في سجن كبير. من يريد أن يخرج من السجن يجب أن يدفع ضريبة عالية من كرامته ومن جيبه ومن إنسانيته. أقول كفى كفى كفى، لننزل إلى الشوارع ونستخدم كل أدوات العدالة الدولية. وعمليا أعتقد أنه فكرة تقديم شكاوى إلى مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان لتصل آلاف الشكاوى يوميا إلى هذه الهيئات، صحيح البعض يقول ماذا سنستفيد منها، هي متواطئة إلى حد ما، لديها معايير مزدوجة، ولكن هذا جزء من حالة السيرورة النضالية التي يجب أن نواصل جهدنا من أجل تحقيق مطالبنا. سؤالي الأخير أستاذ أمال لو سمحت، هل بتقديرك في قضية معبر الكرامة تحديدا هل هناك بالفعل جهات قضائية؟ طبعا أنا في معي قانونيين اليوم كمان راح نحكي في هذا السياق، وأنت أثرتي سلفا، هل بتقديرك ممكن جهات قانونية دولية محلية عربية أيا كانت ممكن بالفعل تحقق لنا أي مطلب، تحقق لنا أي حق في هذا السياق؟ يعني البعد القضائي والقانوني مهم جدا لإحقاق العدالة، لذلك يجب البحث عن كيفية تكييف قضية بالبعد القانوني. هذا من اختصاص الجهات القانونية الرسمية المختصة، فلذلك يجب أن نذهب إلى هذا الخيار، يجب أن يتم دراسته، يجب أن بالفعل البحث مع أصدقائنا من القوى الداعمة، أصدقاء الشعب الفلسطيني، لأن هناك العديد من المختصين أيضا في مجال القانون الدولي والقانون
بشكل عام يجب دراسة هذا الملف وتكييفه من أجل بالفعل رفع قضايا ومن ضغط على الضغط على الاحتلال والضغط على الرأسمال العسكري الذي يفرض علي لعبور 6 كيلومترات أن أدفع 110 دولار، وأعتقد أن هناك 149 دولار إذا أخذت بعض المزايا. هذه المزايا يجب أن تكون متوفرة لكل مواطن ومواطنة بدون أن يدفع من جيبه هذا المبلغ. إضافة إلى الرشاوة، الرشاوة التي يتم التعاطي معها على المكشوف يعني، وهي بكل أسف أيضا هذا فساد، هذا فساد ممنهج وهو متأصل وله قاعدة وله أساس من كبار الجهات العسكرية، عمليا خاصة فيما يسمى بالفي اي بي او حتى السائقين، يعني يتم بيع الراكب والراكب حتى يقطع 40 سيارة بمبلغ خيالي. هو المشكلة هون، المشكلة هون كمان، نعم أستاذ أمال، طبعا لا نعمم بكل تأكيد، لكن قضية البعض أنا قلت البعض، ولكن هذه ظاهرة. المشكلة إذا صارت إذا صارت ثقافة، المشكلة إذا صارت ثقافة هون أستاذ أمال، وهذا تحدي كبير اليوم، إن نرفض إحنا كمجتمع أردني وفلسطيني وكمجتمع محافظ، كمجتمع يحترم نفسه، يحترم الإنسان، يحترم ذاته، كنا نسمع عنها سمعة في بعض الدول ونحكي معقول بصير هيك في المطار الفلاني أو على الحدود الفلانية. مصيب اليوم إذا هذا الإجراء، هذا السلوك، هذه الكارثة بتصير عادية. هذا إتجار بالبشر، والكل متهم فيها، الراشي والمرتشي في النهاية أعتقد. نعم، هذا بكل أسف. نعم. طبعاً هذا بكل أسف، ولا بد نقاوم هاي العادات أو هذا السلوك السلبي والمرفوض مجتمعياً في مجتمع. هذه ليست عادات، هذه سياسات. بكل أسف، هذا جزء من الصراع الطبقي، وهذا جزء من التناقض الأساسي ما بين غالبية الشعب الفلسطيني وبعض الفئات التي يعني تستفيد من حالة الحرب والصراع عمليا على حساب كرامة المواطن والمواطنة الفلسطينية. لذلك أطلب من رئيس الوزراء فعليا أن يضع هذه المسألة على جدول الأعمال، وأن يكون هناك شفافية، وأن أعتقد على الإعلام أن يلعب دور مهم بهذه القضية، ليكون هناك ضغط على الحكومة حتى ينزلوا إلى الشارع بمعنى الحديث عبر هذه الموجات الإذاعية للمواطنين، ولتلقي شكاوى وأفكار واقتراحات من أجل أن يقوموا بمسؤوليتهم عمليا. هناك تحدي أمام حكومة الشتية للخروج من مسلسل الفشل المتواصل في معالجة قضايا الناس على صعيد الموازنات وهندسة الموازنات بما لا يخدم صمود الناس عمليا فيما يتعلق بميزانيات الصحة والزراعة. هناك عمليا هما الآن الحكومة في فترة عمليا اختبار، هي ليست الآن يعني منذ فترة. لذلك أعتقد أنه آن الأول كمجتمع مدني وحقوقي وكقوة سياسية وحركات أن نضغط على هذه الحكومة من أجل أن تدافع عن حقنا وكرامتنا، من أجل أن تفضح وتفتح ملف الفي آي بي وملف هذا يعني إحدى إرهاصات أوسلو. يعني رضينا بالفي آي بي لكبار موظفي السلطة على الحواجز يمروا بسهولة وبأريحية، بينما مئات النساء والرجال يتعذبون والأطفال. هذا عمليا هاي تلاتبية فرضتها اتفاقيات أوسلو يجب إعادة النظر فيها. كل من يحمل في آي بي ويختار ويعيش بأريحية على حساب شعبه، أعتقد هذا سؤال مفتوح، لأنه كذب ووهم أوسلو والدولة وكل هذا جعل المواطن يدفع ثمنا باهظا من كرامته ومن جيبه ومن دمه أمام هذا الوهم الكبير. أنا الآن لنفض غبار هذا
الوهم ورماد أوسلو والعودة إلى مصالح الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. نحن بحاجة إلى وحدة وطنية، إلى مواقف ثابتة، ليسنا بحاجة إلى وعود وعمليا زي ما بنقول داب التلج وبال المرج. فعلى السلطة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري على كل المعابر من رفح لا بدي أقول لك للجسور، للحق في السفر في المطارات، كلها قضايا نضالية يجب أن تلتحم هذه النخب السياسية مع شعبها من أجل تغيير هذا الواقع الاستبدادي والاستعماري. شكرا شكرا أستاذ أمل خريش وجودك معنا اليوم في هذا اللقاء اللي خصصناه حقيقة وسميناه ب 24 ساعة لنحقق مطلبنا السفر ب 24 ساعة طبعا، ومع كل ما يعترينا داخل ال 24 ساعة داخل هذا السفر، وبنحكي هو الأصل السفر 24 ساعة وبكرامة وبأقل كلفة وبشفافية وبحرية مطلقة لا نستغنى عنها، هذا حقنا الأصيل اللي إن شاء الله سنستمر في المطالبة فيه بهمة الجميع، بهمة مؤسسات المجتمع المدني، بهمة كل المخلصين من كافة الجهات من كافة